جامر. اليوم بعد الفيديو طبعا انا اوريدي سويت ان حكيت مع بي تي اس، وهالمره رح نحكي مع بلاك بينك. طبعا يا جماعه انا بلينك، انا بدي اقول لكم بس شغله انه هذا بس رح نجربها، فمو رح نحكي معهم صدق، بس رح نجرب هاي اللعبه اللي اسمها بلاك بينك كول فيك فيديو كولز برانك. اذا شفتوا انه فيك فيديو كولز برانك يعني مقلب فيديو كول مزيف، عرفتوا؟ يعني هذا يا جماعه اتصال مزيف، هم ما رح يحكوا معي، يعني بجد ما رح يحكون معي انا، فهداك بس فيديو من بتوت او من فيديوهات رح يحطوها ويركبوها، فالتطبيق رح تلاقوه بصندوق الوصف اذا بدكم انكم تجربوها او بدكم تمقلبوا اصحابكم اللي ما يعرفون بلاك بينك. المهم قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناه، كمان حطوا لايك، ولا تنسوا انكم تفوتوا عندي للانستغرام تبعي، رح تلاقون الرابط تحت بصندوق الوصف، روحوا رح تلاقون انستغرامي، ففوتوا على الرابط. المهم هلا خلي نبلش الفيديو ونجرب هاي اللعبة اللي هي اتصال مزيف. اول شي طبعا لكم هلا لما بنفوت على اللعبة هيك بتلاقون هيك، ما بعرف صراحة، المهم في كتير يا جماعة اعلانات، فكأنه هون لازم يتحمل عن جمال كتير في اعلانات. خلي نفوت هون. ستارت لكم هلا يا جماعة، فينا انه نتصل نكبس على اللي بدنا. اوكي نتصل عليهم كلهم، انا على او على ليسا ولا روزي ولا جيني ولا جيسو، راح اتصل على روزي. اوكي طبعا البايس جيسو. عليكم كانه عم تتصل علي يعني. انيا شو جايز، اذا سمعتوا انه قالت جايز معناتها هون كانت بلايف، عرفتوا؟ كانت يا جماعه هون بلايف. اوكي شو بتقول؟ عن جد ما بفهم كوري كثير. لا اوكي طبعا هي الفيديو هيك عم ينعد، فهلا يا جماعه شفتوا شو قالت هيك، فهلا خلي نجرب نتصل على ليسا. يلا اوكي ليكو. هلا ليسا عم تتصل كانه يعني كيوت. تحكي تايلاندي صح؟ لايف، فهذا بس فيديو حطوه بهذا التطبيق تركيب، يعني شفتوا هم يحطون كاميرا هون. لا مو ريت، لا لا المهم لكن شفتوا بالتالي قالت now everyone have to go goodbye وعملت عن جد كتير كيوت. هلا فينا نجرب جاني. بسم الله لكو، عن جد جاني كتير كيوت. تحكي انجليزي.
جايز ما بعرف ليش جيسو لازم تظهر معهم كل كول بس عن جد كثير كيوت هذا الشيء. يعني عم بفهم يعني خلص فهمت عن جد ما بفهم. هون كأنه كانت عم تقرأ تعليقات البنت عن جد. عن جد هون كأنه قرأت في تعليق قال لها I like your hair وعن جد هون الهير تبعها كتير حلو تبع جيمي كمان جيسو. بتقلكن حطوا لايك هاي لا حطوا لايك انيا انيا خلص جايز على فكرة في كتير اغانات عن جد لا اوكي هلا كأنه ما اتصلنا على جيسو ضايلنا بس جيسو ما بعرف اذا اتصلنا على هولا عن جد ما بعرف. جيسو عم تتصل انيا لكم هون كأنه في ترجمة يا جماعة تحت عرفتوا ايه؟ 저는 지금 오사카에 있습니다. 한 كانت بأوساكا كأنه ما بعرف. I'm fine. 블랙핑 잠옷이에요. بتقولوا انه هاي بيجامة بلاك بينك؟ هاي بيجامة بلاك بينك فعن جد كتير حلو. بتقول it's my first time doing live in Instagram. يعني هذا كان live Instagram وهاي كانت أول live. هذا يا جماعة كان أول live ل جيسو بالانستغرام كأنه خلص ايه انزل ما بعرف يا كيوت ايه كتير منيح كأنه عم نفهم قالت بلاك بينك بيجاما شيو هيك قالت انه هاي اول لايف صورته بالانستغرام باي شفتوا بالاول قالت انيا بعدين بالاخر قالت باي كثير كيوت عن جد فهلا خلينا نتصل على بلاك بينك كلياتهم ونشوف كيف على فكرة هذا التطبيق بيحطوا لنا لايفات كتير كيوت. لك بلاك بينك عم يتصلوا عليكي. هاي everyone هاي. بتقول صوليخا صوليخا تعني صوليخا بالتايلاندية معناتها مرحبا. عرفتوا؟ هاي بتقول هاي everyone هاي. Thank you.
عم ياخذونهم كانه صور، بيقول انا ست انا ست، يعني واحد اثنين ثلاثه بياخذون صور، عرفتوا؟ بيسوون هيك انا ست. وي 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 ماما جي مكتوتشا يا ماما قاعدين بيغنوا ماما جي مكتوتشا. طبعا بس هلا رح بلاك بينك 2 عم يتصلوا، خلينا نرد. انيا يبا سيا رح نختم الفيديو مع بلاك بينك 2، يعني هذا البث الثاني تبع بلاك بينك كلياتهم. هلا طبعا يا جماعه اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا انكم تشتركون بالقناه تحطوا لايك. يلا يلا جاهزين قول لهم يحطوا لايك. طبعا يا جماعه رح تلاقون رابط هاي اللعبه تحت بصندوق الوصف. طبعا هذا كان الفيديو، هلا طبعا جربنا هاي اللعبه اللي هي اتصال مزيف. بس يا جماعه اتمنى عجبكم هذا الفيديو، اقترحوا علي العاب العبها وكثير اشياء. كمان روحوا فوتوا على الانستغرام عم نزل فيه صور وكثير اشياء، ستوريات كثير اشياء. بس يا جماعه حطوا لايك وباي.